بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. مرحبا بطلاب العلم، مرحبا بطالبات العلم، مرحبا بمن جعل طلب العلم طريقا له، وهذا الطريق الذي ييسر الله سبحانه وتعالى به للإنسان طريقا إلى الجنة، كما ورد: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وإن العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، من أخذه أخذ بحظ وافر. فالله الله يا إخوة ويا أخوات في طلب العلم واستفراغ الجهد وبذل الوسع فيه وسهر الليالي وإمضاء الأوقات، فالأوقات هي الحياة، والدقائق والساعات هي روح الإنسان وهي مادته. إذا قضاها في طلب العلم فأنعم بتلك الدقائق وتلك الساعات، وسيجدها بإذن الواحد الأحد حسنات مضاعفات في ميزانه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. طلب العلم عبادة يعظم أجرها ويكثر خيرها، لأن الله عظمها. يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات، وبين سبحانه وتعالى: إنما يتذكر أولو الألباب، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فالله الله بطلب العلم يا شباب الإسلام ويا بنات الإسلام، لا تبخلوا عليه فتعطوه النزر النزر من أوقاتكم والقليل القليل من ساعاتكم، وتجعلون له في حياتكم هو الأول والثاني، وتجعلون للدنيا نصيب الأسد وللآخرة النصيب الأضعف، لأن الله سبحانه وتعالى قدم حظ الإنسان من الآخرة. وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة، ثم قال: ولا تنسى نصيبك من الدنيا. يعني الأصل هو حظ الآخرة، الأصل هو عمل الآخرة، الأصل هو العبادة. وأي عبادة أفضل وخير من طلب العلم؟ جدوا بارككم الله واستعينوا بالله، وأعطوا العلم جميل الأوقات، لا تعطوا العلم فضول الأوقات. الوقت يدل على الذي تبذلونه، يدل على محبتكم لما تبذلونه لكم له. إذا أعطيتم العلم نفيس وقتكم فأنتم قد ملأتم قلوبكم بمحبته، ولذلك أعطيتموه أجمل ما لديكم. فأبشروا، الجزاء من جنس العمل، سيعطيكم الله منه الجميل ولا أجمل، لا أجمل ولا أروع مما يعطيه العلم. إنه يعطي خشية الله سبحانه وتعالى، يعطي خوف الله
يعطي رجاء الله، وهذا بنص كتاب الله: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فاجتهد وأخلص القصد لله سبحانه وتعالى، وأعطوا العلم أنفس الأوقات، تعطون أنفس فوائد العلم وأنفس ثمرات العلم وأنفس خيرات العلم. علموا وتعلموا، تعلموا وعلموا الناس. ليس العلم أن تقرأ الكتب فتحويها وأن تعرفها فتكريزها، لا والله، العلم بلغوا عني ولو آية. العلم إنما يزكو ويجمل ويكثر ويعظم ببذله للناس. ولعلي في وقفة آتية في شهر آتي أقف معكم في زكاة العلم وما هي زكاة العلم. نكمل درسنا في هذا أو دروسنا في هذا الشهر، وكنا قد تكلمنا عن في درس مضى عن الحيض وماذا يمنع، وذكرنا ما ذكره المؤلف جملة من الأشياء التي يمنعها الحيض. قال رحمه الله تعالى: واللبث في المسجد، يعني أنه يمنع اللبث في المسجد. في مسلم، في صحيح مسلم، عن أبي هريرة قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فقال: يا عائشة ناولين الثوب. فقالت: إني حائض. فقال: إن حيضتك ليست في يدك، فناوليني أو فناولينيه، أو إن حيضتك ليست في يدك فناولته ثوبه. وهذا يدل على أن عائشة امتنعت، لأن الصحابة كانوا يعرفون أن دخول الحائض للمسجد ممنوع، فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أن إدخال اليد في المسجد ليس ممنوع. تعرفون غرفة عائشة بجوار المسجد ملاصقة، فأيضا قول سبحانه وتعالى: ولا جنبا إلا عابري سبيل، هذا في الجنب وهو حدثه أكبر، فكيف بالحائض؟ فمن باب أولى. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العيد أمر، مع أنه خرج إلى المصلى ولم يكن في المسجد، أمر بإخراج العواتق وذوات الخدور. وأما الحيض فأمر أن يعتزلن المصلى، يحضرن الخير ولكنهن يعتزلن المصلى، فدل على أن الحائض، دل على أن الحائض لا تمكث ولا تبقى في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج الحيض عن مصلى العيد وهو مصلى، فالمسجد من باب أولى. طبعا والمعتكف أيضا أيضا أمر بهذا الشيء، أن يعني يخرج من، إذا كان جنبا أو كانت الحائض المعتكفة أصابتها الحيضة، لابد أن تخرج
من المسجد. على كل حال هذا أمر متقرر. يقول المؤلف رحمه الله تعالى في ما يمنعه يعني فيما يمنع أيضا قال ويمنع والوطء في الفرج. وأنا كنت يعني قبل في درس مضى ذكرت لكم في الحائض إذا كانت مضطرة إلى الطواف أن شيخ الإسلام أشار إلى جواز طوافها. وإنما أشار إلى ذلك لوجود الضرورة، ويشترط أن تجعل الحائض أو أن تلبس ما يحفظ المسجد من التلوث عند وجود الضرورة. وهذا يعني ظرف خاص، ظرف خاص للمرأة التي يجب عليها الطواف ولا تستطيع رفقتها انتظارها حتى ترجع، حتى تنتهي حيضتها، وهي لا تستطيع أن تمكث وحدها ولا تستطيع أن ترجع إلى الحرم مرة أخرى. كل هذه يجعل المرأة، يجعل المفتي ينظر في هذه المسألة بخصوصها، ويجيز لها أن تطوف طواف الإفاضة، وإلا طواف الوداع يسقط عنها. يجيز لها أن تطوف طواف الإفاضة إذا استثفرت وتحفظت و يعني ذكرت لكم أن في كتاب نوازل الحج مزيد بحث لهذه المسألة. النوازل في الحج موجود على النت، يمكن أن ترجعون إلى هذه المسألة بالذات، وهو موجود على النت نسخة يعني واضحة. يقول المؤلف ويمنع، يقصد الحيض، يمنع الوطء في الفرج، وهذا واضح من الأدلة، قوله سبحانه وتعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. فهذا أمر مجمع عليه. لكن هل لو وقع الإنسان في هذا الأمر فهل عليه كفارة؟ أول شيء ما دام أنه معصية فعليه التوبة إذا وقع فيه، والأوبة إلى الله سبحانه وتعالى. وذكر بعض أهل العلم وروي ذلك عن ابن عباس أنه يتصدق بدينار أو نصف دينار، وروي عن ذلك مرفوعا عن ابن عباس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما هو عند أحمد وعند أبي داود والنسائي. لكن يعني فيه اختلاف في هذا الحديث، وبعض أهل العلم يصححه مرفوعا، وبعض أهل العلم يصحح وقفه. وعلى كل حال العمل به ككفارة ببدل نصف دينار أو دينار أمر لا بأس به إذا وقع الإنسان في هذا المحظور كصدقة. بعد ذلك يقول المؤلف وهو صاحب العمدة وهو
موفق الدين من قدامه غفر الله له، حق علينا أن ندعو له بالرحمة والمغفرة والقبول، وهو من كتب له القبول في مؤلفاته، وهو شيخ الحنابلة في طبقته بلا منازع، إن لم يكن شيخهم شيخ الحنابلة في طبقته ومن بعده، موفق الدين ابن قدامة، صاحب المغني، صاحب الكافي، صاحب المقنع. فلا شك أنه هو إمام أهل الفقه، والكتاب هذا قد شرحه جملة من الشراح، ومن أجمل شروحه شرح شرحه الشيخ الهمام المغفور له بإذن الله الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبريل، حبيبنا غفر الله له ورحمه ورفع منزلته في عليين، ونحسبه قد بذل في شرحه وفي تأليفه جهدا صدق فيه، فوضع له القبول في هذا المؤلف وأجاد وأفاد فيه غفر الله له. قد شرحه غيره، ولكن شرح الشيخ كان لذيذ ماتع، جميل نافع، قريب حبيب، سهل ميسر، حوى الفوائد والنوازل والحديث والتخريج والحكم على الحديث، حوى فتاوى الشيخين ابن باز وابن عثيمين غفر الله لهما مغفرة الأبرار ورفع منزلتهما في الجنة مع الصديقين، وكذلك فتاوى هيئة كبار العلماء ولجنة الإفتاء. فهو كتاب حافل، شرح حافل، فيه الفوائد وفيه الترجيحات وفيه بيان لمحبة هذه البلد وأهلها وعلماءها وحكامها لهذا الدين ولأدلة الكتاب والسنة واتباعهم للحديث، حذو القذة بالقذة، وأنهم لا يتعصبون لرأي ولا لمذهب، وإنما هم مع الحديث يميلون حيث مال. وهذا هو دأب السلف، وهو حال أحمد ومالك والشافعي وأبو حنيفة ومن مثلهم، فغفر الله للجميع، ومتعنا بالأحياء من علمائنا وحكامنا، ووفقهم وسددهم ونفع بهم البلاد والعباد، وأصلحهم وأصلح بهم. يقول المؤلف رحمه الله: وسنة الطلاق، يعني من الأشياء التي يمنعها الحيض أيضا يمنع سنة الطلاق. المؤلف أو من المتقرر أن الطلاق فيه سنة وفيه بدعة، والطلاق لا يكون سنة أو موافق للسنة إلا إذا كان
في طهر، وأيضا يشترط في هذا الطهر الذي لكي يكون طلاقا سنيا أن لا يكون قد جامعها زوجها فيه. فإن طلقها في وقت الحيض فهذا طلاق بدعة، وإن طلقها في الطهر هو طلاق سنة، وإن طلقها في طهر قد جامعها فيه هو طلاق بدعة. طبعا طلاق الحائض طلاق بدعة محرم، هذا أمر مجمع عليه، و سواء أو حكمنا به أو لم نحكم به فهو بدعة، لأن أهل العلم يختلفون، منهم من ينفذه ويوقعه، وهذا هو قول جمهور أهل العلم بإنفاذه طلاق الحائض، ويعتبرونه سواء كان طلقة واحدة أو ثلاث طلقات، فيعني أنها على قول الجمهور محتسبة. لحديث في الصحيحين أنه أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسكها وإن شاء طلق قبل أن يمس. فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق، أن تطلق لها النساء. طبعا هذا يعني في باب الطلاق، لكن يعني ابن عمر يقول فحسبت علي بتطليقة واحدة، مع اختلاف في هذا الحديث، وأنا لا أريد أن ألج في الخلاف بين الجمهور وبين، هناك قول آخر لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذه المسألة، وأخذه ونصر به نصره ابن القيم في إغاثة اللهفان وفي غيرها من كتبه، وقد أخذ به جماعة من محققين من أهل العلم، ولكن هذا ليس موضع تحقيقه. نحن نقول بأن الحائض طلاقها لا يعتبر طلاق سنة، وإنما طلاق بدعة. قال المؤلف ابن قدامة غفر الله له، والاعتداد بالأشهر، يعني أن الحيض أيضا يمنع من الاعتداد بالأشهر إذا طلقت المرأة وهي يأتيها الحيض، فإنها لا تعتد بالأشهر وإنما تعتد بالحيض. الرسول صلى الله سبحانه وتعالى يقول والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ثلاث حيض، هذا هو أو هذا هو الأصل، لا تعتد إلا بالأشهر، إلا في قوله سبحانه وتعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض، هؤلاء لا يأتيهن الحيض فعدتهن بالأشهر. بعد ذلك قال المؤلف ابن قدامة رحمه الله ويوجب الغسل، يعني أن الحيض يوجب على الحائض الغسل إذا طهرت، وهذا واضح من قول يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فإذا أمر واجب حتمي ضروري لا محيص منه الغسل بعد الطهر.
وأيضا يقول المؤلف أن البلوغ أن الحيض يوجب البلوغ علامة من علامات البلوغ في المرأة أن تحيض، إذا حاضت حكم بلوغها، عمرها 8 عمرها 9 عمرها 10، طبعا العلم يقول أقل سن الحيض 9 وأكثره 50، ونحن يعني سيأتي علينا هذا الموضوع إن شاء الله ونذكر الراجح فيه. لكن الحيض علامة من علامات البلوغ عند المرأة، قول صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، أوجب عليها صلى الله عليه وسلم الستر إذا حاضت، دل على أن التكليف جرى عليها، قال التكليف جرى عليها، هذا أمر مجمع عليه أن البنت إذا حاضت فقد كليت. فإذا يوجب أيضا قال المؤلف هنا الاعتداد به، يعني أن تكون عدتها بالحيض، هذا سبقنا ذكرناه قبل قليل ودليل كذلك. إذا المؤلف هنا يقول فإذا انقطع الدم أبيح فعل الصوم، قصده إنه إذا انقطع الدم ولم تغتسل فإن الصوم يجوز وتدخل فيه، ولكن الصلاة لا بد أن تغتسل لها. طيب الصوم تدخل فيه ولو لم تغتسل إلا بعد الفجر؟ نعم تدخل فيه ولو لم تغتسل إلا بعد الفجر، ما دام أنه قد حصل انقطاع الحيض قبل طلوع الفجر فهذا يعني يوجب عليها أن تصوم حتى ولو لم تغتسل تتطهر، هذا أمر لا دخل له في الصيام. طبعا النية تنعقد قبل طلوع الفجر، وهذا هي الذي تحتاج انعقاد النية قبل طلوع الفجر، فالحائض لو صامت وهي لم تغتسل أو نويت الدخول الصيام لم تغتسل فيجوز ذلك، مثل الجنب النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح محتلما يصبح جنبا من غير احتلام فيصوم، فالحائض مثل الجنب. يقول المؤلف رحمه الله تعالى فإذا انقطع الدم، هذه تكلمنا عنها هنا، إذا انقطع الدم جاز لها أن تصوم ولو لم تتطهر. طيب هل يباح، يقول المؤلف أنه يباح إيقاع الطلاق في هذه الحالة بعد انقطاع الدم قبل الغسل، وهذا طبعا يعني قوله صلى الله عليه وسلم فإذا تطهرت فطلقها أو طلقها إن شاء، فإذا طهرت طلقها إن شاء، قالوا هذه قد طهرت، لكن بعض أهل العلم يقول أنه لا يجوز إيقاع الطلاق إلا بعد الغسل من الحيض، لأن في الحديث فإذا اغتسلت من حيضتها الأخرى فلا يمسها حتى يطلقها، فإن شاء أن يمسكها فليمسكها. طبعا هذا أقرب وهو يعني أمثل لإيجاب العدة
وفي إعطاء فرصة أكبر للمراجعة. أما قول المؤلف ولم يبح سائرها حتى تغتسل، يعني لا تباح سائر الأمور العشرة الأخرى إلا إذا اغتسلت، لا بد من الاغتسال لها، يعني يقصد الصلاة، مس المصحف والطواف وإلى آخره، كل ما ذكرنا سابقا لا يصح أن تفعله حتى تغتسل. طبعا هنا لا بد من الإشارة إلى قول المؤلف ويجوز الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج، لقول صلى الله عليه وسلم، هذا يعني هي الصحيح عند مسلم، اصنعوا كل شيء، هذا كلام صاحب العمدة، غير النكاح، غير النكاح، وهذا كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان كما ورد يعني أنه كان عن بعض زوجاته أنه كان يأمر إحدانا فتضع على نفسها شيء من يعني سترة فيباشرها هذا أمر مجمع عليه. طبعا السؤال أو بعض السائلين يقول أن يخشى أو من التدرج أو أن يقع منه ما لا يعني يحل، فإذا كان كذلك فينبغي عليه أن يجتنب هذا الأمر، لكن لا نحرمه إلا على من يقع منه التدرج، أما الأصل فالاستمتاع بالحائض ما دون الفرج جائز. إلا طبعا وهذا الذي يقع في التدرج يمكن أن يستمتع بغير ما هذه المنطقة، ولكن إذا كان يقع منه مثل هذا الخطأ فيجتنبه. بعد هذا المؤلف بدأ في الكلام على الحيض نفسه، أقله أكثره، كيف اعتباره، كيفية اعتباره إلى آخره. يقول أقله الحيض يوم وليلة، طبعا يعني لأنه جاء مطلق يعني ما فيه يعني تحديد في الشرع لزمنه، قالوا نرجع فيه للعادة، نظرنا في العادة وجدنا أقل حيض النساء يوم وليلة، وهذا قول من أقوال أهل العلم وله احترام وتقدير، ولكن الصحيح في هذه المسألة أنه لا تحديد لأقل الحيض، إذا خرج من المرأة دم في صفات دم الحيض هو حيض ولو كان بوقت يسير، فالنفاس لا أقله لا يوجد لأقله مدة، والحيض لا يوجد لأقله مدة، وأحكامهم كلها متشابهة يعني النفاس والحيض. وعلى كل حال يعني نقول انه قد وجد، لماذا نقول انه لا حد لأقل، لان نقول قد وجد من النساء من حيضها اقل من يوم وليلة، ولذا لا بد ان نقول بانه لا حد لأقله. يقول المؤلف رحمه الله
ورفع منزلته وكل من اعتنى بهذا الكتاب شرحا وتدريسا وأكثره 15 يوما، يعني أن أكثر الحيض 15 يوم طبعا. وقالوا بأن هذا التحديد جاء بالاستفاضة عن السلف من التابعين فما بعدهم، لأن هذا أكثر إيش يعني ما ورد. وقالوا بأن نستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل العاقل منكن. قالوا: وما نقص دينها؟ قال: أليست تمكث إحداهن شطر دهرها لا تصلي؟ هذا يعني مما استدل به البعض، قالوا شطرة تجد الشطرة، شطر نص يعني 15 يوم من كل شهر. ولكن هذا يعني الحديث لا أصل له. بعض أهل العلم يقول الصحيح أنه لا تحديد، أنه لا تحديد لأكثر الحيض. إن كان لها عادة، عادة تعودت عليها 7 أيام 8 أيام 6 أيام، أو تمييز، إن كان لها عادة أو تمييز عملت به، هي تميز دم الحيض، ودم الحيض استمر معها أو يستمر معها أكثر من 15 يوم، 16 17 20، تعمل بها. عادة أنها تأتيها 16 17 يوم، تعمل بها. بس إن الذي يفهم من كلام أهل العلم أنه لا ينبغي أن يكون إيش الشهر كله، يستغرق الشهر كله. إذا استغرق الشهر معناها أنها مستحاضة وليست حائض، لأن الشهر الواحد في خلقة المرأة لابد أن يكون فيه حيض وطهر، لابد أن يكون فيه حيض وطهر. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم تكلم حول هذا في حديث حمنة بن جحش، النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: تحيضين بعلم الله 6 أيام أو 7 وغالب الحيض. هذا غالب الحيض. على كل حال هذا هو يعني الذي يترجح أنه لا حد لأقله، يقول لأكثره. يقول المؤلف: وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما. هذا يعني هم استدلوا بما ورد أو روي عن شريح أن قضى بإمكان 3 حيض وخروج المعتدة بالأقراء من العدة في شهر واحد، في شهر واحد، وأن أمير المؤمنين أقره على ذلك علي. هذا عند البخاري بصيغة التمريض. ويذكر عن علي وشريح، ويذكر وهو يعني متردد السماع الشعبي من علي. على كل حال هذا الأمر هو دليل أن أقل الحيض، أقل الطهر بين الحيضتين
13 يوما. ومثل ما ذكرنا سابقا، ما دام أنه لا حد لأقله ولا حد لأكثره، فلا حد لأقل الطهر بين حدثين. يقول المؤلف هنا ولا حد لأكثره، يقصد الطهر، وهذا مجمع عليه، لأن من النساء من لا تحيض أصلا، من النساء من لا تحيض أصلا. ثم ذكر قال وأقل السن تحيض له المرأة 9 سنين. معنى هذا أنه لو وجد دون 9 فهو يعتبر دم استحاضة. قد استدل له بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة. طبعا هذا رواه يعني بعض أصحاب الكتب، يعني مثل العقيلي في الضعفاء ومثل أبو نعيم، فظاهر أنه إيش لا يصح، لا يصح. والظاهر الله أعلم أنه لا أقل لي لا حد لأقل سن تحيض في المرأة. إذا وجدت فيها جميع الصفات في دم الحيض هو حيض، لم يرد تحديد في السنة. لذلك ربطت أحكام الحيض بوجوده، فإذا وجد حكم به، إذا رأته المرأة بصفته وحيد. يقول أكثره أقل 9 سنين وأكثره 60. طبعا يقصد أنه لو جاء بعد 60 اعتبر دم استحاضة، قبل 60 معقول أنه يكون دم إيش حيض. وهذا يعني يأخذه ب الاستقراء أو الاستفاضة، فعلق الحكم بهذا. وإن كان بعض أهل العلم يرى أنه لا تحديد لنهايته، ما ورد في القرآن ولا في السنة تحديد. إذا وجد بعلاماته كبيرة صغيرة فواحد. طيب نتوقف عند هذا الحد، وإن شاء الله في درسنا القادم نكمل معكم في باب الحيض، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.